بسم الله الرحمن الرحيم. تقنية جديدة من مايكروسوفت. التقنية بكل بساطة ان انا بشغل الموبايل وبشغل تطبيق 3D Face وببدأ اصور من الشخص اللي قدامي، سواء طفل او راجل كبير، من جميع الزوايا. فهو بيبدأ يكون مجسم جوه للشخص دوت، بيبدأ يرسم نفس الشخص ده 3D. بلتقط له فيديو كده حواليه او مجموعة من الصور حواليه، هو يتعرف عليه ويبدأ يكون له الشكل ده 3D. تمام. وبما على ما اذكر خضع لحاجة زي كده واتعمل له مجسم 3D اول ما التقنية دي ظهرت. انا جربتها في بعض البرامج قبل كده، بس كانت المشكلة ان هو لما بياخد الصورة بياخدها بالخلفية، مكانش بيتعرف على الشكل كويس. هنا دي يبدو انها اتطورت. هو ده الشخص، هو من جميع الجهات 3D.